من عيلة فنية معروفة جدا من زمان، جدها المؤلف الكبير عبد الحي أديب وأبوها المخرج عادل أديب وأمها الفنانة منال سلامة، بنت أخو الإعلامي عماد أديب وعمر أديب، طبعا جوز الإعلامية لميس الحديد. بنتكلم عن الفنانة أميرة أديب اللي ظهرت في مسلسل نقل عام مع محمود حميدة وسوسن بدر، والمسلسل ده يعتبر أول ظهور لأميرة في عمل فني. بداية أميرة أديب كانت من خلال السوشيال ميديا اللي رصدت تجاربها الحياتية، وكانت البداية خلال الجائحة لما كانت في الولايات المتحدة الأمريكية. وقتها كانت محجوزة والحكومة المصرية اتدخلت لمساعدة المصريين بالخارج لعودتهم لأرض الوطن. وقتها أميرة أديب رصدت الفرق بين الإجراءات الاحترازية في أمريكا وبين مصر، وطلبت من الناس تلتزم بشروط السلامة. كان من أبرز مواقف أميرة أديب ردها على رسالة واحد من المتابعين بخصوص اهتمامها بجسمها، فردت عليه وقالت له إنها بتتقبل ذاتها زي ما هي، والمفروض إن كل شخص يتقبل ذاته بسعادة. بعدها بدأت الناس تعرف أميرة أكتر، لحد ما طلعت في الستوري على صفحتها الشخصية وعملت فيديو قالت فيه حرام يبقى سعر إزازة المية في الساحل الشمالي ب 250 جنيه وفي أي مكان تاني ب 5 جنيه. بتقول إنها كانت بتصيف هي وصاحبتها آية عبد الحميد في الساحل، ولما صاحبتها راحت تشتري مية في أحد الأماكن وهي بتطلع الفلوس الراجل قال لها 250 جنيه، 250 ألف عفريت يركبوه. أميرة أديب قبل ما تيجي مصر كانت بتدرس في أمريكا، وأثناء دراستها اكتشفت معاناتها مع مرض فرط الحركة، وفي بداية اكتشافها للموضوع أميرة عرضت ده على أبوها وأمها وبداية تعبها، فطلبوا منها ما تهمش نفسها وتهتم بمذاكرتها وعدم التفكير في ده خالص لأن الدكاترة الأمريكان بيضخموا كل حاجة. لكن بعدها بدأت الأعراض تزيد عندها، فعرفت أميرة أن المرض ده بالذات بيختلف فيه الشخص عن التاني، يعني بتشوف المسلسل وتلاقي الشخصية والأعراض اللي بتعاني منها مختلفة عن الواقع، وأحيانا بتشوف شخص تاني تلاقيه شبهها. أميرة لما اتكلمت عن وجعها قالت أن المشكلة الحقيقية أنه في مصر محدش بيتكلم بشكل جاد عن الصحة النفسية، ودللت على ده بحكايتها لما قالت لأبوها وأمها إنها بتعاني من مرض فرط الحركة، فقالوا لها مفيش حاجة كده، الأمريكان بيأفوروا، أنت كويسة ادعي وصلي. أميرة عندها سلام نفسي، بتقول إن هي مبسوطة ومطمنة رغم كل اللي بتعانيه، سواء نسيان أو عدم تركيز أو كسل بسبب المرض ده، وأكيد في طرق كتير للعلاج علشان تتحسن. أميرة دخلت مجال الفن من أوسع أبوابه، يعني لما دي مش هتمثل، مين اللي هيمثل؟ أبوها عادل أديب وده مخرج كبير قوي زي ما قلنا، وأمها الفنانة منال سلامة، وخالها بقى الفنان شريف سلامة، ده غير أعمامها الاثنين إعلاميين كبار عماد أديب وأخوه عمرو أديب اللي هو زي ما قلنا جزء الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي. يعني أميرة عايشة وسط الفنانين، بالليل فن وبالنهار فن، فالطبيعي تقابل المخرج الفلاني وتتعزم في بيت الفنانة الفلانية، يعني هتلاقي ألف واحد يساعدها. لكن لما سألوا أميرة عن دخولها الفن بالواسطة قالت إن أبوها عادل أديب كان رافض تشارك في مسلسل نقل عام اللي كان أول تجربة ليها علشان ما يقولوش إن بنته دخلت الفن بالواسطة، لكن لما لقاها مصرة تمثل وافق على طلبها.